بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بنتكلم على بناء المكتبات الجينومية. المكتبات الجينومية بتعطي نفس المميزات المكتبات الحقيقية، اللي هي ايه؟ اللي هي سهولة الحصول على المعلومات بشكل منتظم. وواضح من اسمها ان احنا بنعمل مكتبة لجينوم الكائن، يعني بنحاول نجمع معظم جينوم الكائن في ما يشبه المكتبة. في معظم المكتبات الجينومية بيتم تخزين اجزاء الدي ان ايه او المادة الوراثية بتاعت الكائن اللي احنا هنعمله هذه المكتبة في بكتيريا الايكولاي، اللي هي البكتيريا بتعيش في الامعاء طبعا، اللي احنا وهذه بيسهل الحصول عليها من الامعاء زي ما احنا عارفين، وسهولة تربيتها في المعامل بشكل عام. فبيتم تقسيم الجينوم الى اجزاء او الكروموسوم الى اجزاء، ثم وضع هذه الاجزاء في بكتيريا الايكولاي. بتخزن كل جزء او كل قطعة في خلية بكتيرية، واللي هي بتمثل في الحقيقة كتاب صغير في المكتبة الجينومية. يعني كل خلية فيها جزء من الجينوم بتمثل كتاب صغير في المكتبة الجينومية. المكتبات الجينومية بتتيح سهولة تتبع كل قطعة جينومية من الجينوم يعني، وسهولة نسخها. يعني نقدر ان احنا لما بنوصل لهذه المكتبة، لما بنقطع الجينوم الى اجزاء ووضع كل جزء في خلية بكتيرية، ده بيسهل علينا بعد كده تتبع الجزء ده جاي منين، وسيكونس ليه او معرفة تتابعه، وكمان سهولة نسخه. يعني ممكن ننسخه بسهولة بمجرد ان احنا بننمي البكتيريا ونضعفها، بالتالي احنا عملنا تضاعف لهذه القطعة الجينومية. هي دي المكتبات الجينومية، المهم جدا ان احنا نبنيها او الخطوة قبل ما نخش في عملية التعرف على التركيب الكامل للجينوم. يبقى ده كانت الخطوة الثانية اللي هي building libraries او بناء المكتبات الجينومية.